أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني بدء سريان المهلة الممنوحة منذ أول أغسطس ولمدة شهرين لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا لقطع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات منذ مطلع العام الماضي، ويأتي ذلك طبقا لضوابط محددة، وذلك استجابة من الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطلبات الحاجزين، وحرصا منها على إتاحة الفرصة لهم للحصول على المسكن الملائم لهم. وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المهلة تشمل قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وبرنامج مسكن والوحدات السكنية بعدد من مشروعات الإسكان.